عايز اقول الف مبروك عمر افندي، نجاح ما حدش في الدنيا يتخيله. الحمد لله ربنا كريم جدا، ويمكن تعب السنين ربنا سبحانه وتعالى بيكلله ممكن في عمل الواحد. الحمد لله. انت الفتره دي المسلسل كسر الدنيا، اكتر حاجه انت حبيتها في الفتره وفي العمل ده كله ايه؟ والله الكاست، المشروع انه مختلف، مشروع مختلف بدايه من الكتابه للاخراج، مشروعنا كلنا كنت مرتاح جدا مع الناس كلها، والناس كلها كانت عايزه تنجح، فالحمد لله ربنا كرمنا. مصطفى انت بقيت ما شاء الله علامه مسجله للنجاح، يعني ما ينفعش انت تبقى في عمل ما ينجحش. الحمد لله. والله الحمد لله، ده فضل ونعمه كبيره من ربنا، لكن انا مش قادر اتكلم من المايكات الكتير. المايكات دي في عينك عشان تتكلم براحتك. انا بحبكم جدا، بحب الصحافه والاعلام. العتاوله الجزء الثاني. ميرسي قوي على الاستقبال ده. ان شاء الله باذن الله قريب، انا لسه ما قريتش والله العظيم.